أصدقاء أبشركم بروكا، كي دايرين لاباس عليكم؟ معلوم أن رمضان إن شاء الله المبارك على الأبواب. وصفات الإفطار نبقاو نديروها إن شاء الله، ولكن اليوم بغيت ندير لكم وصفة براتيك سريعة، غادي يبغيها الكبير والصغير، وغتجيكم تكون فكرة رائعة للسحور. جبنا بطاطا، قطعناها على هذا الشكل، هنا مسمينها المدلمي، يعني غتجي دايره بحال السنين فات تفاح بحال هكا، ماشي رقيقه بزاف ماشي غلاظه بزاف. وحتى نقطعوها ونسنفوها عاد نغسلوها مزيان باش يمشي لها النشا اللي فيها، حيت ما بغيناهاش بالنشا. عندي هنا صني، من الاحسن يكون الصني شويه كبير واسع، حيت ما خص تجي وحده فوق وحده، خص تجي وحده حده وحده باش تتحمر وتطيب مزيان. غتجي بحال المقليه بصح بالبهارات. البهارات اللي غادي نستعملوهم كمون، سودانيه، الملح، والفلفل الاحمر. بغيتوه حار بغيتوه حلو على حسابه، انا دارته للدراري ان شاء الله، دايرته حلو ان شاء الله. كاين اللي كيدير الزعتر، انا ما كنبغيش الزعتر في المقالي، هذاك الشيء هذا يكفي وغيعطي لها واحد ذوق رائع جدا جدا. غادي نجيبو بول بحال هكا، ديروا فيه شويه زويته، من الاحسن ديروا زيت العود زي الزيتون، حاليا غير متوفر عندي. عندك شي درت الزيت العاديه، غنضيف عليها البهارات اللي قلنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وصافي غادي نخلط البطاطا ديالي. صافي من بعد ما خلطتها بهذا الشكل مزيان، البهارات دخلت في وسطها، صافي غادي نحطوها في الفران، في الطبسي ديال الفران. صافي من بعد ما سرحنا بهذه الطريقه، من الاحسن ردوا للاصدقاء، ما خصهمش يجيو ملاصقين او لا وحده فوق وحده، ضروري ضروري تجي وحده بيضه لا وحده. ورق الطهي اصدقاء ما تنساوش، حيت غادي يساعدكم مزيان انها تحمر، وكذلك في الغسيل ديال الصني ان شاء الله. وما غتحتاجوش زيت بزاف ملي ديروا ورق الطهي. دابا غنديروها في الفرن اللي مسخن مسبقا على درجه 185 درجه، نديروها في الرف الاول مده نص ساعه، هكا كتكون واجده ان شاء الله. كما قلت لكم اصدقاء درناها في الرف الاول، راه عندي هنا شي فلور، حتى من بعد ان شاء الله نتقاسمها معكم، بارطاجيه معكم. طريقته جدا رائعه وسهل جدا، ديروا له شي طليله. ها نشوفوا كيفاش كيبان شي فلور، من بعد ان شاء الله غادي نبارطاجيه معكم. شوفوا اليوم البطاطس ان شاء الله، هاد الطريقتين سهله 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 جدا. الا تلف لك السحور او لا بغيتي، ما بغيتيش اللحم، ما بغيتيش الدجاج، في ما بغيتيش الحوت في الفطور، راه طريقتين رائعتين. ان شاء الله من بعد ما يجوا غادي نبارطاج معكم النتيجه. النتيجه الاخوان نتيجه رائعه رائعه، مازال سخونه رطبه من الداخل مقرمشه من برا ومحمره، رغم ان غير شويه ديال الزيت. رائعه، جربوها ردوا لي الاخبار في التعاليق. بالصحه والراحه، وشكرا بروكا.